الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موظفة وتشتكي من مديرتها، تقول إنها تتابعني في كل صغيرة وكبيرة وتدقق علي بل وترفع صوتها، كيف الطريقة للتعامل معها؟ الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة، فأنا أدلك على عدة أمور لعل الله عز وجل يجعل فيها الفرج. الأمر الأول أن تتعاملي معها بالحسنى وألا تبادليها الإساءة بالإساءة، وأن تظهري لها المودة والمحبة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ودليل هذا الأمر قول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكلما أظهرت لك العداوة والتتبع والتدقيق فأظهري لها المحبة والود والقبول، فإن هذا طبع مكتسب، وإلا فأصل طبعها الطيبة، لكنه طبع مكتسب بسبب تسويل الشيطان وتشويش العلاقة والتحريش بينكما وتشويش العلاقة. والله عز وجل بيّن لنا أن العدو ينقسم إلى قسمين: إلى عدو إنسي وإلى عدو شيطاني جني. أما العدو الإنسي فإنه بالمصانعة والملاطفة يرجع إلى أصله الطيب، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما العدو الشيطاني الجني فإنه لا يقبل أي عقد صلح ولا إبرام أي لطافة فيما بيننا وبينه، ولذلك لا يريد منا إلا أن نهلك، فلن يرحم يوما من الأيام دموعنا ولا ضيق صدورنا ولا عظم كربتنا أبدا. فلا تنفع معه الملاطفة ولا المناصحة ولا إظهار الود ولا إظهار الحميمية، وإنما ينفع معه الاستعاذة. قال الله عز وجل بعد الآية التي قرأتها قبل قليل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لم يقل كأنه ولي حميم، وإنما قال: فاستعذ بالله. فأمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من الشيطان، وأمرنا أن نصانع ونلاطف العدو الإنسي. هذا مخرج عظيم رد كثيرا من الأعداء إلى حياض رشدهم، ولكنك إذا عاملتيها بالإساءة والغضب ورفع الصوت وعاملتيها بما تعاملك به فستبردين غليل قلبها، لأنها إذا كانت على الحالة التي وصفتي إنما تريد إثارتك وإغضابك وتضييق صدرك، فإذا أظهرت ذلك فاعلمي أنك سوف تبردين غليل قلبها. ثم أوصيك بالأمر الثاني أيضا، وهو العفو والصفح واحتساب الأجر، فإن هذا نوع ابتلاء من الله عز وجل لك، والعبد يقابل المصائب بكمال الصبر واحتساب الأجر وعدم التسخط والتضجر أو التذمر. فاصبري وصابري ورابطي واتقي الله لعلك تكونين من المفلحين، ولا تتضجري أو تتسخطي، واعلمي أن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، والله عز وجل يحب الصابرين ومع الصابرين، وأعد للصابرين أجرا عظيما. فاصبري وصابري، فإذا لم تستطيع القيام بهذين الأمرين فعندك الأمر الثالث، وهو الانتقال من هذه المدرسة إن قويت على ذلك، وترك الحابل وترك الحبل على الشجرة، فتتعين تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى، ولا سيما وأن النقل في دائرة البلد أمره ميسر ولله الحمد والمنة، إذ هو نقل داخلي لا خارجي. فإن كانت مدرستك عزيزة عليك وفيها زميلاتك ولا تريدين تركها
فقد فتح الله عز وجل أبواب الشكوى، فاشتكي إلى ولاة الأمر وأثبتي عليها هذا التدقيق وهذه العداوة، واشكي وارفعي أمرها إلى ولي الأمر، إلى المرجع الذي ترجعون إليه في وظيفتكم هذه، وأثبتي عليها، فلعل الله عز وجل يسخر لها من يعاقبها ويؤدبها ويوقفها عند حدها. فإن أغلقت في وجهك الأبواب فإن ثمة بابا لا يغلق أبدا، وهو دعوة المظلوم. ويا ويلها من الله عز وجل إذا دعوت عليها وأنت مظلومة حقا وفعلا، فإن الله يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا أظن هذه الطرق سوف تفشل كلها، إن لم تكن ستنجح كلها بإذن الله عز وجل، والله أعلم.